خبر ايجابي، انا بقى عندي خبر مضحك الى حد كبير الحقيقه، لان اللي حصل يعني في نمره كده اتعملت، واللي تحديدا عملوها هم مشجعي فريق شتوتغارت الالماني لكره القدم. عملوا ايه؟ عملوا حمله وابتدوا يلموا من بعض عشان عايزين يجمعوا 900 مليون يورو يشتروا من خلالها ميسي ويضموه يعني للفريق بتاعهم، بحيث ان ال 900 مليون دول يكفوا بقى الشرط الجزائي والاجر المبدئي ليه. اطلق مشجعه فريق شتوتغارت الالماني لكره القدم حمله لجمع التبرعات من اجل تعزيز صفوف فريقهم من خلال التعاقد مع النجم الارجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونه. بيرى مشجعي فريق شتوتغارت ان هم عندهم رغبه عارمه في استغلال او في حسن استغلال رغبه ميسي في الرحيل عن برشلونه، شافوها فرصه ممتازه يعززوا من خلالها صفوف فرقتهم. افتتح مشجعه الفريق الالماني حساب بهدف جمع 900 مليون يورو لتغطيه الصفقه بكامل بقى تفاصيلها. طبعا في شكوك حوالين نجاح هذا المشروع، لان اللي اتلم او اللي قدروا يجمعوه الى يومنا هذا 2300 يورو فقط لا غير حتى هذه اللحظة. ولكن طبعا المنظمين لا اللي هانت فيه. أنا بصي ممكن جدا والله أعلم، أنا شامم ريحة نصبايا في الموضوع، يعني ممكن جدا يكون في مساحة نصبايا أو اشتغالة والله. طبعا موضوع غريب يعني لحد كبير جدا جدا يعني. طبعا حتى المنظمين طبعا أشاروا إلى أنه في حال عدم النجاح في جمع ما يكفي من المال عشان يقدروا يشتروا عقد ميسي، فسيتم تحويل هذا المبلغ اللي جمعوه بالكامل إلى مجموعة من المؤسسات الخيرية. والله أعلم والله أعلم بالظبط كده. اتفضلتي.